بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 56، كتاب الزهد والرقائق. والزهد هو تأخذ من الدنيا من الحلال بقدر ما تحتاج، وتترك ما زاد عن حاجتك، إما تصدقا أو تعففا أو إيثارا للغير. يبقى الزهد أن تأخذ من الدنيا بقدر حاجتك من الحلال الصرف، أما المشتبه فتكون أبعد الناس عنه. ثم تتصدق بالزائد او تؤثر غيرك به او تتركه لغيرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني بقدر الحاجة، بس مش عايز اكتر من قدر الحاجة. لا يريد ان يترك يعني اموال طائلة ولا دنيا مجموعة عنده مكدسة ولا شيء من هذا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا او كفافا. كفافا يعني فيه الكفاية. كويس، هو ده الزهد. عايز تعرف الزهد، شوف سيدنا محمد كان عايش ازاي، وشوف سيدنا محمد كيف كان يتعامل مع الناس، وكيف كان لا يرد سائل صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده الذي علم الناس الزهد. عرضت عليه الدنيا، جبالها في ايده تبقى ذهب وفي ايد غيره تراب، رفض صلى الله عليه وسلم. وكان اغنى الناس بالله، لم يكن غناه بدنيا. من كان غناه بالدنيا فنى غناه بفناء الدنيا وفناء عمره، ومن كان غناه بالذهب ذهب غناه، ومن كان غناه بالفضه انفض غناه، اما من كان غناه بالله دام واتصل. والغنى الحقيقي هو الغنى، غنى النفس واكتفائها برزق مولاها، هو ده الغنى الحقيقي. الغنى عن الشيء لا بالشيء، كما قال الإمام الشافعي. الغنى عن الشيء لا بالشيء، يعني الشيء لا يغنيك. الغنى الحقيقي هو أن تستغني عن الشيء، أي شيء. هناك من يفتقر للمنصب فيذل نفسه، ومن يفتقر للمال فيذل نفسه ويطمع، ومن يفتقر للجاه ويفتقر للمظاهر الكذابة الخادعة. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، كما بين صلى الله عليه وسلم. والرقائق أي ما يرقق القلب ويعظ القلب ويشجعه في الوصول والهمة في الطريق إلى الله. فالإنسان في طريقه إلى الله أحيانا يصيبه بعض الملل والضعف، فيحتاج إلى ما يرقق هذا القلب ويدفعه دفعا إلى أن يستمر في طريقه إلى مولاه بهمة وقوة. ولذا لابد من الإنسان أن يسمع بعض الرقائق كل فترة حتى يرقق قلبه، لأن التعامل مع الدنيا والتعامل مع الناس يورث القسوة، قسوة القلب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الباب الأول الحديث 607، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. السجن فيه قيود، والمؤمن في الدنيا مقيد بتكاليف الشرع الشريف، افعل ولا تفعل.
فهو حذر، يعيش مقيدا بالشرع الشريف، فكأنه مسجون تحت قضبان تكاليف الشرع، فهي سجن بالنسبة للمؤمن. أما الكافر فلا قيود له، لا يعرف حراما ولا يعرف قيود، فهو يفعل ما يشاء، وبالتالي هو كأنه بالنسبة له دنياه كأنها جنة يفعل فيها ما يشاء. أما المؤمن الجنة في الآخرة هو يفعل فيها ما يشاء، فجنة الآخرة للمؤمن لا تكليف فيها بل التشريف، فيفعل فيها ما يشاء. أما في الدنيا فهي بالنسبة للمؤمن امتحان واختبار وسجن. انظر إلى حالك وأنت في لجنة الاختبار، لا تفكر إلا أن تنتهي من اختبارك لعلك تنجح فتكون مقيدا. وانظر إلى الذي يعيش في الدنيا بغير اختبارات، ينطلق ويحسب إلى الأماكن التي يريدها كيف شاء. فكذلك المؤمن في حياته كأنه في لجنة اختبار دائم لا ينتهي إلا بخروج روحه، فهو حاسس أنه مسجون، مسجون مقيد لا يفعل ما يشاء فيها، بل يريد أن يفعل ما يريده الله منه، فيقاوم نفسه ويخالف نفسه ويفطم نفسه عن مشتهياتها وشهواتها، ويعطيها ما أراد الله لها أن تعطى لا ما أرادت هي أن تأخذ. كل هذا يؤدي إلى أن المسلم يعيش مقيدا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا معناه أن المؤمن إذا بمجرد خروج روحه انطلق إلى الإيه؟ إلى الحياة الفسيحة، آن له أن يستريح. لا يستريح المؤمن إلا بخروج روحه، الراحة في القبر. كان أحد أساتذتنا يقول لنا كده، يقول لنا لما يشوفنا قاعدين مريحين شوية وقاعدين نتكلم وننام وكده ونعمل، يقول لهم أنتم بتستريحوا؟ الراحة في القبر. كان يقول لنا كده رحمه الله، الدنيا ما فيهاش راحة، خلقنا الإنسان في كبد، قوم أنت وهو، كانش يخلينا نستريح أبدا، حتى يقعدوا شوية يشربوا شوية شاي كده، فيش حاجة اسمها تقعد كده. كان يأدبنا، كان أستاذ جراحة رحمه الله. كنا ساعات نستريح شوية بين عملية وعملية، اللي يشرب شاي اللي يجيب له باكو بسكوت، فيش راحة، قوم تخلص الشغل. نقول له طب هنستريح امتى؟ احنا بين عملية، يقول لك في القبر. الراحة في القبر، ودي الحقيقة والله. كان أهل حكمة يعني، الحقيقة أن الراحة تكون في القبر، دي الحقيقة. إذا كان لأن المؤمن طول عمره في كبد وفي إيه؟ لأنه عنده في وقته ما يشغله، عنده كل وقته ما يشغله، ما عندوش فراغ. فهم؟ فباستمرار يبقى إيه حياته كده؟ جد، الحياة جهاد وكفاح. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، العالية اللي هي أطراف المدينة يعني، والناس كنفته يعني، والناس ماشيين على جانبيه، كنفته يعني محيطين به صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك ميت فتناوله. شوف النبي بقى أي حاجة تقابله ياخذ منها العظة للناس صلى الله عليه وسلم، فهو ماشي صلى الله عليه وسلم ومر بالسوق وداخل ايه على المدينة من جهة العالية، والناس حواليه لقى جدي أسك يعني مقطوع الأذن، الأسك مقطوع الأذن، إما بأصل الخلقة أو مقطوع الأذن بسبب إصابة أصابته، بيسموه أسك يعني مقطوع الأذن، يعني جدي مقطوع الأذن وميت، يبقى قيمته ايه ده بقى؟ اذا كان وهو عايش ما تقدرش تشتريه عشان معيب، فما بالك بقى كمان وهو ميت. فتناوله فاخذ باذنه يعني اشار الى موضع النقص فيه، ثم قال ايكم يحب ان هذا له بدرهم؟ والدرهم ده يعني اقل حاجة ايام الصحابة. فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم
قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه، يعني حتى لو كان حي ما كناش حتى ايه خدناه، لانه اسك، فكيف وهو ميت؟ يبقى من باب اولى، يبقى ازهد الناس فيه. فقال والله لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم. شفت بقى النبي ايه اداهم العظة، لان الدنيا عند الله اهون عليه، يعني ربنا ازهد في الدنيا من زهدكم انتم في هذا الجدي الميت المعيب في الخلقة الذي لا يسوي شيء يعني. وشكرا ورد لو كانت الدنيا عند الله تساوي شيء ما سقى الكافر منها ايه شربة ماء. جدي الجدي اللي هو ذكر الماعز، مش احنا عندنا الشياه، الشياه وعندنا الشياه دي الشاه، الانثى منها نسميها ماعز والذكر بتاعها نسميه جدي، واضح؟ يبقى ذكر الماعز. وعن ابي قال، ما جاش في بالي ان انا اشرح لكم جدي، لان جدي واضح قوي، لكن معلش لان كنتم يعني برضو ليست هي اللغه الاصليه العربيه عندكم فمعذورون، ناسف لعدم ايه لعدم توضيح معنى جدي، لانه الجدي بعد كده اجيب لكم جدي يعني يتنطط لكم هنا زي ما جبت لكم الخنفسه الجندبه. وعن ابي قال حدثني محمد بن المثنى العنزي وابراهيم بن محمد بن عرقه السامي بالسين هكذا السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عن جعفر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير ان في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا، السكك يعني فقد الاذن به عيبا. وعن ابي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر، قال يقول ابن ادم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت؟ لان الحقيقه كده، ليس لك من الدنيا الا ما استهلكته منها، اما ما جمعته وتركته فليس هو لك بل للورثه، ولكن عليك تسال عنه، تسال عنه وهو للورثه، اما ما تصدقت فهو عند الله ينميه لك، فالذي تبقيه حقيقه هو الذي تصدقت به. وكلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدتنا عائشه قالت تصدقت بكل الشاة الا الذراع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه فنيت وما ولم يبق الا الذراع، فنيت يعني في الصدقات، قال بل بقيت وفني الذراع اللي هو هياكله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه وقال جميعا حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي، كلهم عن قتاده عن مطرف عن ابيه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث همام. وعن ابي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يقول العبد مالي مالي، يعني املاكه بيدور على املاكي، مالي مالي جايه من المال، يعني مش وانا مالي غير وانا مالي، يعني ليس لي شان يعني، لكن انا مالي يعني ما يتمول. يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، يعني أبقى، اقتنى يعني أبقى، وهو الذي أغنى وأقنى في سورة النجم، جاي من الاقتناء والاقتناء والاحتفاظ بالشيء.
ولا يكون إلا للشيء الثمين، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وعن أبي قال: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله، أهله يرجعون إلى البيوت، والمال يرجع إلى الورثة، ويبقى عمله يدفن معه. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله يعني ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، والبحرين طول عمرها غنية، يعني جاء للنبي مال البحرين كان إيه كمية كبيرة لدرجة غطت ربع المسجد، حطوها غطت ربع المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر. الناس طبعا عارفين أبو عبيدة جاي وجايب أموال طائلة والنبي بيوزع، كل الناس جايين في صلاة الفجر قاعدين بقى مستنيين إيه التوزيع. فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، النبي خلص صلاة وقاعد يختم الصلاة، ودول بقى رايحين جايين قدام النبي والأموال موجودة في ربع المسجد، يعني بيتعرضوا للنبي، يعني احنا موجودين اهو هتوزع امتى، يعني امتى هتوزع، احنا مستعدين. صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم صلى الله عليه وسلم. وده الواقع دلوقتي، معظم خناقات المسلمين مع بعضهم مش من اجل الدين، من اجل الدنيا والمناصب والاموال، فدي ربنا ينجينا. كل ما تبقى الدنيا في قلبك افتكر الجدي الاسك الميت اللي ريحته وحش، طلعها من قلبك، خليها في ايدك كده، خليها في ايدك ومش ماسكها كمان وبسطها كده، عشان اللي يجي ياخد حاجه ياخدها. كان النبي كده الدنيا تجيله ويحطها في ايده وبسطها كده، الناس تيجي تاخدها وبعدين ايه يغسل ايده منها لانه بيعتبرها قذره. صلى الله عليه وسلم. ده اللي يفهم. وعن ابي قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه، غير أن في حديث صالح: وتلهيكم كما ألهتهم، تشغلكم يعني عن طاعة مولاكم، لأن اللي عنده مال بقدر ماله بقدر شغله، كلما زاد ماله زاد شغله، فهي له. تصور أنت عندك مليار جنيه ولا مليار دولار، دي مصيبة سودة عندك، لانك هتفضل بقى تتابع اسعار البورصات وبتتابع اعمالك وبتتابع المصانع وبتتابع العمال
وخايف تتسرق وخايف مش عارف تعمل ايه، تقول انها تيجي تصلي الله اكبر وقاعد تقرا في الفاتحه وبتعد في فلوسك، مش بتقرا في الفاتحه، فمش عارف حتى تخلص مع ربك، فهمت؟ هتبقى شغل تلهيكم له، فهمت ازاي؟ وتلهيكم كما الهتهم. لكن الحمد لله لما تقول الله اكبر ويدوب في جيبك بس ايه؟ كل ما تملكه في جيبك، بس بسيط حاجه سهله تقرا وانتهي، تبقى مش في بالك حاجه قلقاك يعني، لا في حاجه خايف عليها تتسرق، واخد بالك ازاي؟ ولا في حاجه يعني شغلاك. دي الحقيقه، والله دي الحقيقه. يعني شفنا الناس كلما ازداد غناهم كلما ازداد همهم ومرضهم، وانا شفت كده كثير من اصدقائي كده، لما كان يعني عايش مستور الحال كان حاله اجمع مما فتحت عليه الدنيا، فتحت عليه الدنيا، جاله الامراض وجاله المشاغل، وبعد ما كان بيجي يصلي في الجامع بقى بيصلي ايه جنب مكتبه، مش فاضي حتى ينزل يروح جامع، وبيصلي حتى هو مهموم، مش عارف حتى يقعد يصلي وهو قلبه رايق. فدي الحقيقه، لكن الناس برضو عايزه. وعن ابي قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن سوادة حدثه ان يزيد بن رباح هو ابو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم انتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما امرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يعني هم قاعدين قدام النبي متحابين هم، وكل واحد ما يملكه كميات يدوب على قد كفايته، فالنبي بيقول لهم شوفوا انتوا دلوقتي متحابين ازاي، لما هيفتح عليكم فارس والروم والشام وتكثر الاموال وتنقسم، هتبص تلاقوا تبتدوا ايه تتحاسدوا وتتباغضوا وتتدبروا وتقاتلوا بعضكم البعض، فهمت بقى ازاي؟ دي الحقيقه، وده اللي حصل، وده اللي حصل بالفعل. وعن ابي قال، وده برضه الحديث ده فيه علامه من علامات النبوه، اخبار بالغيوب، اخبار بان فارس هتفتح والروم هتفتح وان العرب هتكسر اموالها، وان لما يكسر اموال العرب هيتدابروا ويتنافسوا ويتقاتلوا، لان ايه؟ الفقر ليهم دواء، الفقر ليهم دواء. في ناس كده لا يحسن حالها الا لما تبقى فقيره، يا سلام يقعد في الجامع طول النهار وقاعد يقرا قران وحاجه جميله، اول ما يغتني خلاص لا قران ولا قرايه ولا جامع ولا غيره، مع السلامه. من عبادي ما لا يصلحه الا الفقر فان اغنيته افسدته، دي الحقيقه والله. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى اخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه. يعني لا تنظر الى من فوقك في الرزق او العافية، بل انظر الى من هو دونك، فإن ذلك أحرى لك أن تشكر الله وتحمد الله. يبقى باستمرار الإنسان ينظر للي أقل منه، يوم يحمد ربنا إن ربنا عافاه وربنا أغناه وربنا كفاه وأواه، ساكن في شقة أوضة واحدة، انظر للي ساكن في مساكن الإيواء أو قاعد في الشارع مش لاقي له مأوى، ما تنظرش للي ساكن في قصر، أنت مالك؟ فهمت بقى؟ يعني كل واحد ينظر للي إيه؟ للي ربنا اداهوله. نظرك ضعيف وتيجي تقرا تقرب الكتاب كده، انظر للاعمى اللي فاقد بصره خالص، قول الحمد لله ان انا شايف، ما تنظرش بقى لايه لزرقاء اليمامه اللي كانت بتشوف على بعد مش عارف ايه، وتقول جاتنا نيله واحنا عارفين نشوف، قول الحمد لله. تملي كده الواحد ينظر لمن هو ادنى منه في العطاء حتى يكون
ذلك أرجى في قلبه أن يمتن لله على نعمتي على نعمة نعمه التي أعطاه إياه. ما تبصش اللي فوق، اللي يبص لفوق دي يتعب. المصريين يقول لك إيه؟ اللي يبص لفوق يتعب، لأن كده هيجيله انزلاق غضروفي في رقبته إن شاء الله ويعيش بألم رهيب، واخد بالك؟ إنما بص قدامك وبص لتحت، عمر ما اللي بص لتحت تعب أبدا أو اتكعبل ووقع، صح ولا لأ؟ انما تصور انت ماشي كده، وخصوصا في الشوارع المقطم، وما ادراك ما شوارع المقطم، وبص لفوق كده وانت ماشي في الشوارع المقطم، ان شاء الله مش هتيجي تاني. ليه؟ عشان هتتكسر وهتقعد في المستشفى قد 6 شهور على ما تتعالج. فاللي يبص للي فوق يتعب، فهم؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، يعني تحتقروا أو تستقلوا. تزدروا يعني تحتقر أو تستقل. قال أبو معاوية عليكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أهو النبي هو مطلع على كل الأمم السابقة بيحكي لك أهو، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ كانت روحانية النبي مطلعة على كل الناس من بدء الخلق إلى نهاية الخلق، فروحانية النبي مستمرة ومطلعة، فهمت بقى إزاي؟ وعشان كده يأتي شهيد على كل الأكوان وشهيد على كل الأمم، فلا بد أن يرى ما يحدث في كل الأمم. فالنبي هنا يخبر بشهادة روحانيته في الأمم السابقة صلى الله عليه وآله وسلم، فبيقول ثلاثة إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. دي 3 أنواع من الأمراض الناس بتتأفف منها، البرص والقراع والعمى، 3 أمراض يتأفف الناس منها. فأراد الله أن يبتليهم يعني يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. طبعا كل واحد مهموم بمرض، اما يجي ملك يساله انت عايز ايه ولا اي حد، يقول له انا عايز اخف ابقى احسن ما اكون، لانه ده همه مرضه. فالابرص قال له ايه؟ قال له لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، يعني استقذرني الناس من اجله. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء، يعني إيه؟ على وشك الولادة يعني. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع، خلص مع الأبرص راح الملك للأقرع، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه
فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. يعني ايه؟ ابتدوا بقى ايه؟ اموالهم تزيد، كل واحد بقى الابل اللي خد الابل بيزيد الابل، والتاني اللي خد البقر البقر بيزيد، واللي عنده الغنم الغنم بيزيد، وبارك الله لهما بدعوة الملك. قال: فأنتج هذا، يعني ايه؟ انتج يعني ولد، ولد له يعني، ادي معنى. وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الابل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم انه اتى الابرص في صورته. بعد كده بقى الملك قال لكل واحد في صورته التي كان عليها من النقص، عشان يطلب منه صدقه، عشان يشوفه هل هو يعني هيشعر ويرحم غيره، ام هو انسان منوع جموع، يعني يجمع الدنيا ويمنع غيره. فهمت؟ لان المنوع الجموع ده ربنا يكرهه. فهمت ازاي؟ قال: ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته، يعني جاله في صوره رجل ابرص. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ الى لي اليوم الا بالله ثم بك. اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ عليه في سفر، اديني بس جمل واحد اركبه لان انا سفري بعيد. فقال: الحقوق كثيره. فقال له: كاني اعرفك، الم تكن ابرصا يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله؟ فقال: انما ورثت هذا المال كبيرا عن كابر. وكذاب كمان. فهمت ازاي؟ يعني بخيل وكذاب. فقال: انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني ابا عن جد يعني، او جدا عن اب، وهكذا. فقال: ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت الى ما كنت. يعني رجع تاني بدعوه الملك، رجع تاني ابرص، تاني فقير. واتى الاقرع في صورته، قالوا برضه صوره رجل اقرع. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، يعني الطرق والوسائل والمقاصد، يعني الحبال اللي هي كل ما هي كانت وسيلة تعين على السفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا، أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى لا تكن بخيلا كاذبا، دي الخلاصه. واعترف بايه؟ بجميل الله عليك، واحسن كما احسن الله اليك، دي الخلاصه. ربنا احسن اليك تحسن للناس كما احسن الله. ولا تكن كاذبا، ولا تنسى ايام حرمانك فتنسى المحروم. فاهم؟ ولا تكذب، لان دول مشكلتهم ايه؟ نسيوا ما كانوا عليه وكذبوا وقست قلوبهم فلم يشعروا بحاجة الناس. فهم؟ وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم، واللفظ لإسحاق. قال عباس: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا أبو بكر الحنفي. قال: حدثنا بكير بن مسمار. قال: حدثني عامر بن سعد. قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ عمر ده ساهم في قتل سيدنا الحسين ابن سيدنا سعد بن أبي وقاص، كان هم الدنيا والملك. فهمت ازاي؟ كان هم الدنيا والملك،
وكان سيدنا سعد يبقى ايه اول ما يشوف ابنه ده شايف الدنيا في قلبه يقول اعوذ بالله منك، ايه الدنيا اللي ماليه قلبك دي، زعلان منه، فهمت؟ فلما راه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له انزلت، ام قال له ايه عمر بيقول لابوه انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، قاعد انت مشغول شويه ابل وغنم وسايب الناس بتتقاسم الملك، هو هم الدنيا والملك والمناصب. فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ان الله يحب ايه العبد التقي، يعني ايه الطائع لله، الغني اي الغني النفس، الغنى غنى النفس وليس الغنى بالمناصب ولا بالجاه ولا بالمال، الغنى غنى النفس. الخفي يعني خامل الذكر الذي لا يحب ان يشتهر بين الناس. وعلشان كده ايه الصوفية اثروا الخمول على الشهرة من اجل ذلك، لان الشهرة فيها نوع من العجب وفيها نوع من الايه من ابهار الناس وفيها نوع من التكلف وتوافق النفس، النفس تحب كده. فإن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجزم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل بن عن قيس عن سعد حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر. والحبلة ثمرة من إيه من الثمرة اللي هي نوع من الأشجار اللي فيها شوك وبتنبت بعض البقوليات كده، يعني أنواع من البقول الجافة. وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، يعني حتى إن كان غائطهم مثل غائط الشياه لأن بيأكلوا كما تأكل الشياه. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، لقد خبت إذا وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذا، وجايين بعد كده في وقت الفتنة تعذروني تقولوا إن أنا لا أساهم فيها، إحنا كنا نقاتل الكفار، أنتم بتقاتلوا بعضكم على دنيا، لكن أيام النبي كنا بنقاتل الكفار من أجل الدين وأنتم بتقاتلوا بعضكم على دنيا، فأين أنتم وأين نحن؟ فهمت؟ فرق كبير. وهو ابن عمر شوف حبه للدنيا ادى الى انه قتل سيدنا الحسين وساهم في قتل آل البيت، فهذه حب الدنيا يؤدي الى ارتكاب كل فاحشة وكل كبيرة. نسأل الله ان يسلمنا ويسلمكم من كل سوء. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.